والله هذا مدينة جلولة سوق البالة. البارة صار فيها ضانات، الوادي مسدود والعالم تأذت فد مرة. وشوف هاي قدامك الحالة، اكو بيوت غرقت فد مرة. واكو عالم تأذت. وإذا طب جوا بعد أكثر يعني. هنا هون يعني، جوا فد مرة. وهاي قدامك الحالة بعد. والله خسارة ما حاسمين لحد الآن، الخسارة هواية. غذائية وجملة و... وكله ملابس. اسمه بلاستيك، محل سكر، اعشاب، كهربائيات، مواد غذائيه، كلها راح. والله هذا ما يبيع، صار مطر والحمد لله والشكر. مطر هذا امر الله سبحانه وتعالى. صار في هالفيضانات هذين كلهم، شوف شلون غرقنا المحلات قدام عيننا. هاي كل سنه، هاي قبل خمس اربع سنوات غرقنا المي، ونفس الشيء، وهاي المحلات كلها نفس الشيء غرقت، سد علينا المي، ما سعد فوق المتر، متر ونص علينا المي، كل المحلات غرقت. اي حتى منطقه ناصيه فد مره كل ما يجي الوادي منها يجينا المي. كان الوادي قبل يجي منها كوسون محل ما محلات كلها خلقها. تفضل. موكل يا بلدي لا. والله احنا صبحة الدنيا ما ندري ايش يصير، ما ندري يعني ما متوقعين. جيت الصبح لقيت حتى المفتاح ما ندري لوين القفل مال المحل، يعني طامس بالله. هسه شوف هاي انت بعينك هالغرض، هاي حاجه بلف، كلها حاجه بلف، فرفوري ما ادري شنو هذا عايشين عليهم. والله الامطار، وثانيا هذا المجرى ما يستوعب هاي المي، ما يستوعب، صار بناء عليه وصار هاي ماكو منفذ له، منين يجي لازم يدخل. يعني اكو بيوت صعدوا فوق السطح، بناء باينين بالوادي وصعدوا فوق السطح، مي اخذهم، وين يروحون بالليل؟ اي والله هسه رفيجي يقول فوق السطح صعدنا، اذا الثلاجات راحت هاي طمست كلها يعني بعد يسوى. والله بعد احنا بعدنا استفتاح هاي بسم الله تونا جينا ما حد، ومن يجي؟ والله كله فيضانات وطيان طين. يعني هسه لو شاهد يعني المحل تجي تشوف وضعيه المحل. اي رحت له والله، بس فاتح الباب وواقف له. لحد الان ما منظف. يعني هسه طين ما تقدر تطب لي عنده. الصبح جينا فتح الدكان، لقيت المي اكثر من متر طاب الدكان مالي، ملابسي غراضي كلها صاير طين، انتهينا ومي صعد علينا. مو بس ثاني السوق كله تعذى. هسه انا بسم الله اول شيء فتحت دكاني وغراضي هاي قدامكم، المي صاعد اكثر من متر بدكاني والحمد لله. والله غير فيضانات خير من الله، والله سبحانه وتعالى احنا نشكر الله الحمد لله احسن من غير شيء. خاف حريق بعد انقص، بس ما نقدر نعالجه. الطين يوم ان شاء الله نفه والحمد لله. هاي قدام عينك شوفه وماسحات منا يومين ثلاثه يلا نخلص شغلتنا. مو قشمريه، ثقيل باع يعني كل الطين والحمد لله، نشكر الله على كل حال. هي من البارحة تقريبا الساعة بالأربعة قامت تنطر يعني مطر قوي، وهذا الوادي ناشدنا أكثر من مرة حتى يكرونه
وهذا الجسر اصلا هو يعني نازل، هذا اقل شيء كل مره يجي يصير بي عرباين ويصير بي اوساخ وينسد الطريق وتصير هاي الكارثه. هاي تتكرر اكثر من مره واكثر من سنه، كل مره نقول هاي الانقاض اللي بالوادي تنشال، اكو يعني امر طارئ دا يصير، وهاي الناس كلها خسرت يعني بالملايين، اكثر الناس خسرت ودا تشوف هذا الوضع اللي صاير، يعني فلوس ومواد غذائيه وملابس كلها راحت، حقيقه ضرر كلش كبير على الناس، وناس اصحاب عوائل وعايشين على يعني على هاي البسطيات، اكثر الناس عايشين على هاي البسطيات، واحنا مشكلتنا هذا الوادي، هذا الوادي اكثر من ناشدنا اكثر من مره حتى يكرونا وينطفون الاوساخ اللي بيه، حقيقه المناشدات كلش بطيئه وماكو استجابه، لان هو اللي دا يصير المشكله، دا يصير هنا اكثر الضرر، دا يصير العرباين والاوساخ دا تصير داخل السوق، ودا يصير هذا الفيضان بكل كل الاسواق. والله ما لحد الان ما حد اجانا حقيقه، ولا شفنا اي واحد اجى، بس الناس الخيرين الشباب اللي يجون اهل المحلات واصدقائهم دا ينطفون، اي مسؤول اي شخص ما جه هنا ولا واحد قال دا يسوون هنا، ايش قاعد تشتغلون، ايش دا يصير بيكم، ما حد وصلنا. بلديه بس ابو الفلفل علي ابو الشفر شاري لنا هذا الاوساخ، طبعا ايجار اقل محل 70,000 هنا، اقل محل هذا، هاي كل الناس اقل محل 70,000 اصلا يا مؤجر من قبل البلديه، والله ما حد واحد جي حتى يعوضنا. طبعا الناشد المنظمات الناشد الاصحاب الناس المسؤولين النواب المسؤولين على المنطقه، يعني هم ذول اهلهم كلهم اقربائهم واهلهم ومنطقتهم، خليجون يشوفون الناس يشوفون الضرر، كل اصحاب عوائل الله وكيلك عايشين عليهم، يبيع ياكل ما يبيع ما ياكل. طبعا الوادي اذا ما تكرر اذا ما تنظف اذا ما صارت له مشاكل يعني في السدادات يعني جوانبيه حتى تقلل من الضرر، اقل مطره راح يتكرر نفس المعاناه. هاي شنو وحدكم بالسياره؟ كلها شحاطات كلها احذيه وشحاطات و... هاي الوضعية كل ما يصير مطر لأن كثرة الأخطاء هنا المسؤولين ما يعرفون شلون يعالجون هاي المشاكل اللي قاعدة تصير. المفروض تكون حالات طارئة يبلغون قبل يوم، أو شوف هسه اليوم المحلات اغلب المحلات اقل واحد اذا ما خسر له بال 500,000 اقل واحد اذا ما خسر له بال 500,000 انا مسوق ب 4 ملايين مسوق ب 4 ملايين هسه اليوم كلها قاعد نقولها وديها ذبحها كلها ذبح ناس كلها كسر كفاين حظها كلها فقراء هاي المحلات اللي تشوفها متر في متر اجاراتها شوف ايش قد متر في متر بس الاجار 100 تلحق القاحيه 40,000 كل مواطن يدفع 150,000 بالشهر هذا المتر في متر المحلات الكبار كل واحد يدفع 200-300,000 زين هاي ليش ما ينتجون هالبلدية ويسوون محلات مضبوطة ويحولون هاي الناس واسووا فد الناس خل عايشة الناس تعبت هسه ما حد بحال الفقير قول لي جابوا لي تنكر جابوا لي شوفر مال البلدية تناكر طلعت قسلة نظفت بس الفقير هو حاير بنفسه عالم العوب بيها طوبة زين ها مو وضعها اذا كل 4 أشهر 5 أشهر يصير فيضة وانا تروح مني 4 ملايين 5 ملايين على مال من ادفع اجارات يقول لك تدفع اجرات قسما عليك ما تدفع انا حزل المحل زين والله يكون بعون الناس الفقراء ما حد يحكي الناس كلها تخاف كلها تخاف لا حول ولا قوه الا بالله هسه مو تصور الناس تنهز من التصوير ناس فقراء مقلوب على امرها هسه انت بهاي شوفت عينك شفت اي دور من الحكومه طلعت من البلديه من المجاري والمشاريع المفروض هسه هاي تناكر تلافق المواطنين هاي الناس كلها تعبانه اطلع على تنكر مال المي واخليه يغسل المحلات مالتي زين ليش اخليه هو يغسل يجيب دبات من البيت مال المي دبات من البيت يجيبون مال المي هسه قاعد يحملون هاي قراطهم كلها ينقلونها يودونها للبيوت لا عمي شو وصلني للاقليم رحمه على والديك بعد 16 سنه واحنا ما نوصلها زين الناس احنا تتقدم احنا نرجع لورا زين احنا في 2023 هاي الخيصة وهاي طيانة هي هاي الوضعية هذه وهذا السوق هاي بعد اسبوع ما ينظف هذا السوق اسبوع كامل ناس الله يكون بعونها زين اطالب من المحافظ اطالب من المسؤولين يجون الجلولة يتابعون المدراء يخلي يتابعونهم زين والله يكون بعون الناس الفقراء الجلولة بس نشر والنافورات مطلعين لي اياها والشوارع انا خلنا بس ادور الشوارع
ادوات خدمات صحيحه للمواطن. هسه هذا المواطن الفقير هسه لا راتب لا شيء، هو وجهاله من الصبح من الاربع الفجر هنا يشيلون قراضهم كلها يودونها للبيت، كل واحد خسر له 7 ملايين 8 ملايين. زين وهي اجارات، لا المفروض البلديه تتخذ اجراءات، تعال على المحلات استخدمها، اخذ المحلات كلها تعال انا انطي. بس هاي مو وضعي، هذه وضعي تعبانه. حبيبي لو لا جنة بس الشوارع العام والنافورات وفلكة الغزلان مسوين لياها، وهاي الدلة مسوينها باب المضيف منك، وهذا حال احنا المحلات بنص الطين، اغراضنا كلها راحت، نناشد من الحكومه البلديه ما جرى ولاج من التناكر ما تنظفنا، المساعده حشر الوادي، هذا الوادي كله حشر ماكو، كله عايفين مجرد بس الديكور مال مدينه جولا يعدلون به، هذا الشكل مالها، بينما ذا محلات كل ماكو شيء. هذا حال المحل مالتنا، اضرار مالتي كلها بنص الطينات، كلها على المواد مواد غذائيه، الحمص مجروح صار على الفاصوليا، كله صار تشريف ما شاء الله. والله نطالب من المنظمات من الحكومه بالتعويض المساعدات، واحنا هذا حالنا وناس الفقره وناس الكسب، احنا على باب الله. والله هذا كله جايبه الاضرار كلها جايبه بالدين. هسه ابو كلار ابو بغداد يطالب من عندنا بفلوس، واحنا ما عندنا بعد هذا الحال. الحين نطالب بالتعويض بالمساعدات بالحال، يفكرون بحال المواطن. اي تفكير بحال المواطن ماكو، بس هم هسه من البارحه اللي لا تنكر جي ساعد، لا بلدي جي ولا مدير ناحيه ساعد، كل شيء مساعدات المدينه جي ولا ماكو. مجرد واعين ويتفرجون حال المواطن، يدحك على الفيس هو مباوع على الفيس. كل شيء ما يعرف مدينه جي ولا كل شيء ما يدري. شفرات يابا تعال ساعدونا اكرفوا هذا الطين قدام حتى ننظف، احنا بدينا هاك هذا الماسح انا لازمه، انا لازم ماسحتي بيدي وانا اشتغل. اي مساعده من البلديه ما اكلها، وايجار المحلات يقولون هاي محلاتنا وهاي كذا وهاي كذا، وياخذون ايجارات مضاعفه. والله اذا هو ما طول المطر، وين طول المطر؟ هو ساعه المطر، ساعه ساعتين المطر، العاد مو طول جوز احتمال الليل كامل يطول، العاد كانت جولات تغرق العاد. يعني عندنا الوادي هاي دائما كل ما يصعد يعني يفيض المحلات هاي كلها، ومطرين لا حكومه جتنا لا شرطه محليه لا دفاع مدني، ما حد ما اجى علينا وقال يعني انتم شنو اللي صار عندكم هنا، ماكو احد اجانا. وهاي انت شوفت عينك، شوف المي ايش قد صاعد عندنا، وهاي المحلات كلها ايجار، يعني منها ايجار ومنها انت شوف اكثر المتضررين هسه احنا هنا المحلات. بلديه ما جتنا ولا وصلت ابد نهائيا، ولا لا مسؤول لا بلديه، ما حد اجانا ابد. ناشد هاي المحلات كلها يعني دمرت، يعني مو بس هاي الملابس الغذائيه، ما بقى هنا اي قرار. هاي السياره شوف جات نقول للبيت غسلوا، هاي شمر كلها والله خساره تقريبا دفاتر، اربع دفاتر خمسه، هاي اربع خمس محلات عندنا كلها راحت. زين محل غذائيه محل طحين، هذا الطحين كله فاض راح انتهى. عندنا الاعلاف هاي المحل مال حنطه ما حنطه اعلاف طحين كلها راح. زين احنا ناشد الحكومه المنظمات الدوليه مدير ناحيه يباوع على هالمحلات، يعني هو لما مجبور ما يفتح محل هنا بس مجبور يعيش عائلته وهذا. والله يعني هي كلها عايشه هنايا،
عايش هنا كل من عايش عائلته مطلع مصرف بيته وهاي هي يعني يجمعهن شوي شوي هاي راح نروح وحده لا حكومه ولا يحزنون يعني احنا من البارحه لحد وحده بالليل احنا هنا زين ما حد ما اجى ومن الصبح شوف هالحاله مالتنا لا بلديه هذا احكي طق بطق لا بلديه لا ناحيه لا اي محل ما اجانا هسه شو نريد عندكم احنا نريد بس ناشد منظمه دوليه تجينا منظمات احنا غير منظمات ما احنا يفيدنا بعد الله وثم المنظمات هاي محلات اشوف هاي تقريبا 10 محلات وبين تقريبا 10 عمال كلها فقره الله وكيلها كلها فقره زين كل عامل يعني كل عوائل رزق على المحلات هاك شوف والله العظيم طب عندنا متر فوق المتر مي طب الطحين كله راح الاعلاف كلها راحت الغذائيه كلها راحت وما حد ماكل شوف احنا الاجر نجر سياره ننظف فتجينا بلديه تجي يجي يساعدنا ما حد ماكو ما حد اي مسؤول ماكو تدري ليش ماكو اي مسؤول ليش ماكو اعطيك اياه انتخابات ماكو لو انتخابات قريبه الله وكيلك كلها تلقين هنايا بس انتخابات ماكو بعد 3 سنوات هوايه تدري لو انتخابات قريبه شاشه كلها تلقين هنا اي انا اقول لك لو انتخابات قريبه يعني بعد لها شهرين لا كان احنا حتى بالبيت نايمين وما يجينا يصفون بس منظمه تفيدنا غير منظمه ما حد ما يجينا بعد زين الله وثم المنظمه وانتو اريد يعني صوتنا يوصل نراشد اهل المنظمات خدمات هنا خدماتنا هنا في بيضان وادي محلاتنا كلها فايضه وهنا كنا عايشين على المحلات كنا هنا عمال وعلى الله على المحلات عايشين لا ناشد المنظمات وبلديه ومدير ناحيه لا حد داش علينا لا حد شافنا هاي وضعيتنا وعلى محلاتنا بقى شوف هنا كلها طيانه كلها غرقنا محلاتنا كلها غرقانه وهاي فلوس ودفاتر والله العظيم كلها خسارتنا هاي ما حد داش علينا لا حد ناشدنا لا حد منظمه جتنا علينا لا مدير ناحيه لا حد جي كلنا عمال وكلها على الله ما حد ما تشتغل هنا ما يصير عمي هاي الانتخابات جايه ماكو انتخابات عمي طبعا حكم ماكو انتخابات وانتخابات اكو كان جونا ركض عمي ايش تريد وايف دفتر هاي نايم ونعوضكم والله كريم ما يصير عمي تعالوا شوفوا لو بس انتخابات جينا شفناكم هلا تعالوا تخبونا اكو وصلنا هذا تعالوا شوفونا تعالوا وصل حالاتنا شوف حالاتنا هاي محلاتنا هاي من الصبح نشتغل من البحر 12 بالليل 2 3 بالليل هاي احنا ما يصير عمي والله العظيم ما يصير عمال نايع 10,000 و5,000 و7,000 ناس يوم ويوم 3 أيام أسبوع ناي راح يقعد ماكو ناي حد ما يجي محلات وحد ما يسوي حد ما ترتبون تنظفون شو وقت هاي العام هاي عايش عوائل وواحدة واثنين وثلاثة ناي 10 ما يشتغلون شو وقت ناي حد يسترزقون على باب الله حد ما تنظف المحلات حد ما تسويهن الله اللي يعلم هاي كلها ناي عايش عوائل ورقبتهم مسؤوليات كلها ناي عمال زادي بالمحل والله يعني ايش صار غرق دحق هاي الفيضانات طيران والمحلات كلها غرقت العالم بالثنتين بالليل طامسه بالماي اللي قدر يطلع غراضه قدر والما قدر غرقت هاي المواد الغذائيه هذا رعد راحت خطيه هذا ابو غسان راحت غراضه كلها طمست هذا الولد بصفه قماشه غرق هذا الولد هذا بصفنا خطيه ما جي على محله هذا بصفنا من ناي طمس لحد الان بالطين هذا الوضعيه هذه شو تحكي بعد والله حبيبي احنا جايين من الصبح لحد الان ننظف ماكو احد عاوننا لا جماعه البلديه جو متاخرين تقريبا دزونا شفل الساعه بالعشرة لو وصلنا دزونا شفل على حسابنا الصبح تقريبا 8000 طينه هسه حاليا جماعه البلديه جماعه المجاري اصلا ما بينوا نهائيا ولا البلديه بالسوق اللي جت تنظف ويانا ماكو بس الشفل نهائيا وحده وهاي مثل ما تشوف شوف حال العالم شلونها تفضل شوف اللي هنا محلات كلها راحت المواد الغذائيه كلها راحت كل هذا نقول الحمد لله والشكر بس نطلب من مساعده من الناحيه من المدير البلديه يجوا يساعدونا يشوفونا يعني مو احنا اصحاب المحلات عارفين المحلات وهذا باوع عليه اخونا نابو حمه من الصبح لحد الان بالطين للركبه احنا نطلب مساعدتهم جماعه المجاري البلديه الكادر مال البلديه يجونا زين اي والله واحنا همنا نسوي خدمه الناس بس هو دائما اول مطر يجي الوادي ينسد اول مطر اللي تجي وياها كم وياها وصاخه هوايه هسه لا هسه عاد من يجي الوادي النظيف يجي بوتشه بعد ما ينسد الجد يطلع بوتشه بس كبدايه يجي تجي اطغال وياه وصاخ وياه فينسد الجسر يتنق يرجع على السوق هسه لا هسه الوادي نظف من تصير مطره ثانيه لا يطلع بوتشه قبل ما يصير نفس الحاله ما تتكرر هاي بس احنا نطلب مساعده بلديه جلولا والمجاري ما جلولا تجي سويش لان الامر لان يعني السوق كله طين وكله طين والمجاري ما تكون مسدده اي والله
محل احذيه، هم دمرنا، المطر هذا فيضنا، لا حد ناشدنا، لا مسؤول، لا مدير ناحيه، لا فد شخص جاء من الدوله ان يجي يشوف حاله المواطن هنايا، اربع عوائل عايشين عليه. زين، اربع عوائل احنا هنايا، صاحبين عوائل صاحبين نشتغل يوم ما نشتغل، ايجارات اقل ايجار 100,000 70,000 اقل ايجار. زين، هي هاي حالة هذه يا عمي، الله يقبلها. زين، لا حد ناشدنا، لا مسؤول، لا فد فالشخص جاء شاف الحالة قال هدي شوف هدي شوف هذه الحالة، هاي الناس عايشة ميتة جوعانة، كله تلف، كله راح انتهى، هاي الحالة، هاي الحالة، هذه كل حدا 7,000 8,000 دينار، هاي الحالة يانا راح اذبها كلها، شوفها يانا هاي حالة هذا يا عمي الله يقبلها، كلها راح اشمرها بالوادي، عائلتين ثلاثة عليه عايش، يا رجال شايب لحد الآن يشتغل؟ لا هذا محله، هي انا هزلم انا هذا محلي، هذا محلي، هي انا احنا اربع عوائل عليهم. زين، محل ويانا واحد سقطيه شريك حتى سقطاه همين عنده. زين، عيني عندنا البارحه جانا الفيض بسبب عندنا السده والوادي التجاوزات صعد علينا على السوق، احنا اعطينا خسار، انا كنا ما 500 كيلو رمان اخذها تفاح 400 كيلو راح، كما هذا حالنا هذا الطين مالنا من البارحه ولحد الان جانا نشتغل وماكو. هسه احنا نطلب على مي عركه عليه، مي كانما كنتر عركه عليه، هذاك يقول الطين وهذاك يقول الطين، وهاي حالنا هاي شوف العرب هاي الطين، نطلب كانما الوادي هسه دو يفتحونه كانما حتى يرجع طبيعي، ما يعني من ذاك اليوم ما فضنا. ليش السبب منفيض؟ هاي اول سنه هيك منفيض، صار كم سنه منفيض بسبب قطعوا الوادي. البارحة جينا احنا ساعة للساعة بالوحدة هنايا، من 10 بالليل مي اللي هنايا ما نقدر نطب، محلات خسار انطوا، خاصة الجملة مواد غذائية الله يكون بعونهم، يعني انطوا هواي خسار، احنا المخضر خسرنا. ايوه هاي السبب تأبى المخضر، وعندنا شو اسمه عندنا جماعة من هذاك الوادي من يم سوق اليهود انطوا خسار. هذا بالنسبة للوادي، هذا وادي يجيب ماء مال الجبال كله ينزل، هذا يسمونه وادي العوسج، هذا الوادي العوسج لازم يتعالج، لأن هذا سبب هواية يعني مو السنة، هذا بالثمانينات فاض، بالتسعينات فاض، بالألفين وخمسطعش فاض، بالألفين وخمسطعش بعد النزوح من جينا هم بجينا فايضة نفس الحالة، هسه حاليا فاض، لأن هذا الماء ما جاي يتحمل، الوادي مساحته صغيرة. يراد له هذا، يراد له نطالب احنا، نطالب الجهات المعنيه، اولا المحافظه دياله، هذا اذا ما يتقلف مشكله كبيره، هاي دائما احنا عندنا مشكله بالسوق، فالسوق ارتفاع منخفض مالته، المي يدخل للسوق، فالمحلات التجاريه كلها تاذت، يعني محلات هسه تقريبا 40 محل 50 محل هو تاذى بهذا السبب. فهذا اذا ما يتعالج الوادي، اول شيء لازم ينحشر، ينحشر من الصدر ماله من البدايه. ينحشر بالحفارات. إذا ما ينحشر هذا الماء ما جاي يتغذى، يعني يطلع بصورة صحيحة، فلهذا السبب يرتفع. أنا هسه محل مال إقصابة مالتي المجمدات راحة، الماكينة مال الثانوم راح طاب المي، المي تقريبا لهنا الساعة 11:30 بالليل هنا بالمحل. زين، وهسه هاي من 6 الصبح هذا حالنا، يعني شوف وضعيتنا زين، وهاي الطين والش اسمه. فإحنا نطالب بتغليف هذا الوادي. امبارح بالعشرة ب11 بالليل جينا لقينا المي ما لهنايا ما تقدر ينطب، ثلاجات غسالات مبردات مكاين خياط كل اخذها المي، هاي اخذها برا هنايا ما عندي كمكاني، كمك بس جوا بس باقيه هاي الثلاجه باقيه عندي، كلات هنا كلها شايل المي ومشت، كناتير والله بالاربع خمس ملايين كلها جزاك كلها جزاك ربيع مدعبلها المي، بس هاي مشدود عليها كم بانك لقيتها مطوفه جوا. عندي ارانب، عندي دجاج كلها راح. عندي هذا مخزن مالي هنا مال بيع الاسماك، وعندي محل مال الدجاج، الدجاج الحي كله مات،
اخذ المي تقريبا عندي بال 350 دجاجه راحت دجاج حي وما عدا عندي 9 ملايين مسوق فوق ال 9 ملايين عندي سمك مسوق امره كل هاي المنجمدات كلها قدامكم فارغه ما تبقى بس هاي السمك اللي عندي اربع خمس سمكات باقيه عندي هاي وهاي المجمدات كلها فارغه امامكم عندي داخل المحل المجمدات كلها احترقت فيضانات هذا لا حكومة أكونها لا بلدية أكونها كل شيء ما أكونها إذا الوادي ما تنظف راح يرجع إيه يرجع ماكو تنظيف مجاري ماكو صحيح كل شيء صورة صحيحة ماكو يعني شنو بلط لي شارع وهاي تعال شوف الخيسة هنا صايرة يعني شنو ذنبي هسه يلا أنا شنو ذنبي تقريبا بالتسع ملايين عندي بس سمك هاي مجمدة مجمدتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ما عدا عندي مجمدات مال تقطيع جوا بارح الاثنتين بالليل احنا بالمي هنا بالمي والمي صعد حتى لراس السوق أي نائب ما اجى أي شخص ما اجى حتى بس بالانتخابات يجوك إيه. احنا الله الله يعني منا دل بالقوة نطلع لقمة الخبز ولقمة العيش هسه انا من ينطيني يا صاحب جهال وهذا من ينطيني؟ راس يعرف ايجار ما عندي انطي هسه اجى عليه الايجار شلون انطي يعني؟ الشفر احنا اول شفر اجى انطيناه راس 85,000 انطيناه 50,000 اي مال الشفر من اللي يعوضني؟ بس الله المعوض من اللي يعوضني؟ من اللي يعوضني؟ هل تعرف من اللي يعوضني؟ حتى اعرف كلها خسرت سوق البقاقيل كلها مو بس اني بس الاكثريه اني اذا تنزل صدق هذا محلي كله راح وخمس عوائل عليه والله عند محل مال الملابس وجواريب يعني تأذينا كلش بهذا المر يعني احنا نطالب من الحكومه هذا الوادي لازق بالسوق وكل سنه يفيض كم مره الناس تتأذى يعني طالب من الحكومه ان يشوف شاره للوادي اما تغلفه اما يعني تشوف له تغير مساره يا اخي جاني كل سنه نتاذى من الوادي يعني الناس خطيه تتضرر من ورا الوادي الوادي هو لازق بالسوق يعني ما يفيد لا مجاري لا يفيد شسمه لازم يتغلف حتى ما يصعد على السوق فانا طالب من الحكومه انه يشوف شاره لهذا الوادي لان هو الوادي محاوط السوق ما تجلو لا فجاي تتاذى الناس كل سنه من ورا الوادي